خلونا نذهب للأخبار الاقتصادية، وهناك أنباء أيضا على عودة رويترز، وأيضا موجودة على عدد من المواقع من القاهرة 24 وغيرها، أنه حيكون في طرح ل 10%. الحكومة ستطرح 10% من المصرية، من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات. احنا عارفين ان المصرية للاتصالات مملوكة كاملة، او 80% منها مملوك للحكومة، 20% منها مدرج في البورصة من 2005 تقريبا. و كان دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات في 2019 قال ان طرح حصة اضافية من مصرية للاتصالات قيد الدراسة. ولكن احنا هنا بنتكلم عن المصرية للاتصالات وليس عن حصة المصرية للاتصالات في فودافون. احنا عارفين ان المصرية للاتصالات لديها حصة قيمتها او نسبتها 45% من فودافون مصر، والمتوقع واللي كان بيتم التفاوض معاه عليه مع الجانب القطري هو حصة المصرية للاتصالات في فودافون اللي هي 45% او جزء منها 20-30 او 45% كلها. احنا هنا دلوقتي بنتكلم على حاجة تانية خالص، على طرح حصة من المصرية للاتصالات. طب الحصة دي قيمتها قد ايه؟ يعني تقييم الخبراء ليها ان هي تقريبا 4.5 مليار جنيه، يعني 148 مليون دولار بسعر الدولار الحالي. والانباء ايضا بتقول انه بتشرف على عملية الترويج او البيع بعدد من بنوك الاستثمار، وانها موجهة، هذا البيع موجه لمستثمرين مصريين وأجانب. خلونا نفهم، طيب ماذا يعني هذا بالنسبة للسوق؟ هل متوقعين حاجة في البورصة، ولا احنا متوقعين هنا بس مستثمرين استراتيجيين سواء مصريين، صناديق استثمار يعني مصرية او اجنبية؟ عايزة بس انوه ان النهاردة بعد هذه الانباء سعر المصرية للاتصالات او سهم المصرية للاتصالات تراجع في البورصة. استاذ احمد ابو السعد رئيس مجلس ادارة ازموت مصر للاستثمار، مساء الخير. مساء الخير يا استاذه لميس، ازي حضرتك؟ ان شاء الله بخير. اهلا بيك. يعني كيف تلقيت الخبر؟ السوق كله كيف تلقى هذه الانباء؟ طبعا احنا ما عندناش اعلان رسمي لا من المصرية للاتصالات. لما سئلت المصرية للاتصالات قالت ليس لدينا تعقيب. يعني دي كلها انباء في السوق، ولكن كيف تلقى السوق هذه الانباء؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شركة المصرية للاتصالات، يعني خليني برضو القي النظر عليها في عجالة، يعني عشان يمكن في بعض الناس ما تعرفش قيمة المصرية للاتصالات، ان دي شركة متأسسة من سنة 1854، ويمكن يعني شوف حضرتك تاريخ طويل، يمكن اتعملت بشكل شركة سنة 98. بالفعل الانباء اللي تعرضت هي طبعا يعني زي ما بيقولوا مفيش دخان من غير نار، وطبعا هو في كلام على طبعا ان 10% يتم طرحهم في طرح خاص خلال الاسبوع 10 ايام اللي جايين. طبعا حضرتك عارفه ان هي مملوكه بنسبه 80% للدوله، وفي 20% تداول حر في ايدين الناس المختلفه في البورصه، فهو الكلام ان يتخذ كمان 10% من بتمتلكهم الحكومه ويتباعوا في طرح خاص لصناديق استثمار اجنبيه او مستثمرين اجانب، بالاضافه للمصريين برضو، المستثمرين المصريين ذوي الملاءه في طرح خاص وليس في طرح عام. طيب فاحنا هنا معلش هنقف عند النقطه دي، طرح خاص وليس طرح عام. الطرح الخاص ده بيبقى موجه لصناديق الاستثمار المصريه او الاجنبيه او العربيه او المصريه وغير المصريه، او الافراد ذوي الملاءه برضو نفس الكلام اللي هيتقدمه من خلال بنوك الاستثمار المختلفه. لكن مش طرح عام في البورصه. لا مش طرح عام، بس هو يعتبر طرح في البورصه، هو طرح خاص في البورصه. يعني خلينا دايما الطرح الخاص بيبقى ليه مواصفات ان هو بيخاطب المؤسسات والافراد ذوي الملاءه الماليه العاليه، ولكن النهارده مش بنتكلم زي البيع لمستثمر استراتيجي زي لما حصل مثلا مع اي دي كيو في الخمس شركات اللي اشتروهم في مارس 2022، او لما حصل مع صندوق السيادي السعودي، فبالتالي مش في ايدين واحد بس وبياخد الحصه ويفضل قاعد بيها ويبقى عليه زي لوك اب بيريد ما ينفعش يبيعها، لا دي هتتباع للعديد من المستثمرين داخل البورصه في طرح خاص. طيب يعني هل ده كان مفاجأة للسوق؟ لأنه كان الكلام عن حصة المصرية للاتصالات في فودافون، هل ده مفاجأة للسوق؟
هو ممكن يعتبر هو كون ان حضرتك عارفه ان كده كده الدوله مستعده ان هي تبيع حصص اجزاء من شركات كتير، كون ان اختيار المصريه للاتصالات قبل اتمام صفقه فودافون قد يكون هو ده المفاجاه في حد ذاتها، لان طبعا حضرتك عارفه ان بيع جزء من حصه المصريه للاتصالات في فودافون او بيع الحصه كلها دي زي ما بيسموها جيم تشينجر، حاجه هتغير مقدرات اللعبه تماما، لان لو حصل كده هتقدر المصريه للاتصالات ان هي تاخد البروسيدز او الفلوس اللي باعت بيها دي وتعمل بيها اعاده هيكله لديونها بشكل كبير جدا. فطبعا ان احنا النهارده هنبيعها قبل الصفقه دي ما تتم، ولا هل ده الطرح ده هيبقى جزء من خطه ان انا هبيع ان انا خلاص قافل الديل بتاع فودافون او بتاع جزء من فودافون بحيث ان المونتايزيشن او ان انا سيلت القصه دي تخليني ابيع سعر المصريه للاتصالات بسعر اعلى بكتير، طبعا هتفرق كتير جدا. فالحقيقه التفاصيل دي لم تتضح بعد، يعني خلينا نقول ان اللي معروف دلوقتي ان في 10% سيتم طرحها خاص، فرق كبير جدا ما بين ان انا بعملهم بعد ما اكون اتممت بيع صفقه فودافون جزئيا او كليا، وفرق كبير ان انا بعملها من غير صفقه فودافون. ايهما يعني افضل؟ لا اكيد حضرتك، انا النهارده لو شركه بقولك ممكن يخش لها مليار دولار مثلا ولا حاجه، او اقل من مليار دولار شويه طبعا على سعر الدولار دلوقتي، في بيع مثلا نص حصتها في فودافون، فطبعا احسن ما يخش لها اكيد 100 150 مليون دولار في الحصه بتاعه ال 10%. ده بالنسبه للدوله. خلي بقى حضرتك لازم نفرق ما بين اللي بيدخل جيب الدوله وما بين بيدخل جيب المصريين للاتصالات، فبالتالي الدوله بتمتلك جزء والمستثمرين بيمتلكوا جزء. فبالتالي انا النهارده حصه فودافون لو اتباعت هي بتخش للمصريه، تدخل للمصريه للاتصالات وبعد كده ممكن الدوله تبيع حصتها، فطبعا ده السيناريو الافضل تماما، لان ساعتها لو فعلا لو افترضنا ان سعر المصريه للاتصالات 27 جنيه انت هتقدر تبيعها باسعار اكبر من كده، انما لو هنبيعها من غير ما يكون في خبر او بدون ما يكون ان احنا وصلنا لاي اتمام لصفقه فودافون يبقى هتتباع بسعر السوق بلس اور ماينس بقى بريميوم او على حسب الطلب والعرض. طيب ما يمكن اولا المصريه للاتصالات مملوكه لوزاره الماليه، مظبوط كده؟ للدوله، الحكومه يعني. ما هو اي حاجه بتمتلك للماليه المصريه. للماليه، طيب ما يمكن يعني يكون هناك مش عايز اقول تعثر، ولكن لسه لم يتم الاتفاق على قصه بيع حصه المصريه للاتصالات في فودافون. يعني وده انا عارفه ان في مفاوضات مع القطريين ده اللي فيها كنا سامعينه، فممكن يكون لسه في خلاف او لم يتم الاتفاق على التسعير وغير التسعير والكلام ده، فكان محتاجين دولارات مثلا، فمين الشركه اللي ماسكه نفسها؟ المصريه للاتصالات. صحيح صحيح، وعشان كده اقول ان انا ممكن اقول 10% جزء لطيف قوي ان انا ابيعه بالسعر ده، وقد لما اتمم صفقه فودافون اقوم جاي بقى 10% تاني. عايز اقول برضه سيناريو من السيناريوهات اللي قدامي اللي انا برسمها من خيال، يعني انا ما فيش معلومات عن الموضوع ده، ما فيش اصحاب عن الموضوع ده، بس انا بحاول افكر مع حضرتك بصوت عالي، يبقى انا عشان مستعجل وعشان محتاج ان انا اطرح، فشركه زي المصريه للاتصالات اللي هي عامله ايرادات 44 مليار النهارده، نتاج الاعمال بتاعتها عامله ايرادات 44 مليار في سنه 2022، وعامله صافي ارباح 9 مليار 200 في صافي ربح، فبالتالي هي شركه زي ما حضرتك قلتي واقفه على رجليها تماما. بس عليها الشركة. بس عندها ديون، عندها زياده، يعني عندها زياده في القروض وتسهيلات الائتمانيه 87% في عام 22 عن العام اللي قبلها. عشان ما تنسيش ان حضرتك ان عندهم جزء كبير من المديونيه بالدولار، فبالتالي حصل فيها جامب كبير جدا بسبب التخفيض، هم عندهم حوالي 24 مليار جنيه بتقييم الدولار الحالي مديونيه، لو كان هيبيع جزء من الفودافون كان هيستخدم جزء كبير منه في اعاده هيكله المديونيه وبالذات اللي بالعمله الاجنبيه، عشان كده ارجع اقول لك حتى بالمديونيه وحتى بخدمه الدين هي الشركه مصفيه صافي ارباح 9 مليار جنيه. طيب فبالتالي الشركه قايمه عليك، فبالتالي ممكن يكون سيناريو ظريف جدا ان انا ابيع 10% دلوقتي عشان انا مستعجل، والله لما يحصل عمليه مونتايزيشن وبيع ليه الحصه فودافون او جاي نازل 10% ثانيه بسعر ثاني خالص، يبقى انا كده بعت بافريج برايس معقول. طيب برضو الشركه دي ما كانتش من الشركات اللي كانت مطروحه في ال 32 شركه برضو، ودي مفاجاه ثانيه للسوق. يعني انا سؤالي، هل هذا بيع اضطراري؟
يعني ده السؤال بصراحة يعني. انا هقول لحضرتك حاجه، ما هو بصراحه احنا عارفين ان احنا كده كده في امس الحاجه للاستثمارات الاجنبيه باي شكل من الاشكال، فقد تكون الشركه المصريه للاتصالات بما ان هي في البورصه من 2005 حضرتك، فبنتكلم داخلين على 18 سنه وفيها حوكمه وفيها اداره وفيها علاقات مستثمرين، قد تكون اجهز من شركات جديده، فبالتالي هي دي اللي ممكن تخلص في 10 ايام، على عكس مثلا شركات هي لسه هتدخل زي حاضنه ونبتدي نتاكد ان هم قادرين على التعامل مع مستثمرين وتدخل البروسيس بتاعه او عمليه الطرح اللي هي هتاخد لها مش اقل من شهرين ثلاثه، فقد تكون قد يكون ده حل سريع لان هي شركه قائمه في المجال وموجوده في البورصه بالفعل بقى لها 18 سنه والناس حافظاها والناس عارفاها حافظه ارقامها وعارفه فين فين البوتنشال بتاعها، فبالتالي تبقى سهل تبيعها للمستثمرين. سؤالي الاخير، ليه انخفض السهم في البورصه النهارده؟ علشان مش واضح، عشان مكان هو امبارح ارتفعت بشكل كويس النهارده رجعت انخفض عشان ما كانش واضح هل ده هيحصل قبل بيع صفقه فودافون ولا من غيرها، وطبعا وهل هيحصل في البورصه ولا هيصلح طرح خاص برضو يعني؟ لا ما هو طرح، ما هو طرح خاص في البورصه، الطرح خاص بس هو طرح خاص، بس هو الفكره كلها لو من غير صفقه فودافون زي ما الشركه نفت قالت انا ما عنديش خلفيه عن الكلام ده، عن ان في مفاوضات ولا ما فيش مفاوضات، ما عنديش عروض، فبالتالي الناس توقعت انا النهارده ان ممكن الديل تحصل على ديسكاونت للماركت برايس لسعر السوق، يعني هي لو قدامي على الشاشه حضرتك ب 27 جنيه وجيتي قلت لي انا عايز ابيع ب 27 جنيه، طب انا هشتري من حضرتك ليه ب 27 جنيه لما ممكن اخش ادخلها بالسوق، فلازم اغري الناس. طب صح. نرجع نقول طب هو متوسط الثلاث شهور اللي فاتوا كام في اسعار المصريه للاستثمارات؟ هنلاقيها في حدود 25 وشويه. طب لو خدنا متوسط ست شهور فاتوا هنلاقيها في حدود 22 وشويه، طب يعني في المتوسط فانا كده ممكن ابيعها 24 ب 25 عشان تبقى مغريه لناس ان هي تدخل، فهو ده اللي ادى الى هبوط الى انخفاض السعر الى ان يتضح المزيد من المعلومات تكون طالعه من الشركه او من الماليه او من القائمين على الطرح. شكرا استاذ احمد ابو السعد رئيس مجلس اداره ازمه مصر للاستثمار. اذا دي اول انباء ولسه ده مش خبر مؤكد، يعني ده بنسميه خبر جس نبض السوق كده، لكن دي اول انباء عن شركه ورقم، يعني شركه ونسبه، احنا لسه منتظرين في ال 32 شركه اللي اتكلم عنهم رئيس الوزراء من حوالي ايه شهر مثلا تقريبا، ما زلنا في انتظار الحصص هتبيعوا كام بكام لمين، لسه ما عندناش اي معلومات، في جولات ترويجية حصلت، المفروض ان الحكومة تعلن عن 2.5 مليار من مبيعات الشركات او حصص الشركات سواء في البورصة او في المستثمر الاستراتيجي قبل شهر 6، مش عارفة ده امتى، احنا خلاص يعني داخلين في نص 3 ورمضان ما بيبقاش شهر طرح، فانا الحقيقة مش عارفة التوقيتات دي كله هيجي مع بعضه ازاي.